لا الأوراق دي مزورة والله العظيم. بص حضرتك، بالرغم أن الدكتورة سميحة هي المعتدية، إنما أنا ما كنتش عايز أن الأمور تتصاعد وتوصل للنيابة والمحاضر. لا أنا هصعدها بقى لأن أنتم مزورين وحرامية. لا 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 لا. بص بص يا فندم، الست دي قصدي الدكتورة دي هي وابنها ده اعتدوا على خصوصيات حياتي، ده كان ناقص يخش تحت اللحاف. صح؟ صح. عامةً أنا كتبت كل حاجة في المحضر خلاص، حضرتك هتاخد المدام دلوقتي وتروح. أنهي فيهم؟ أكيد هتاخد دي مش دي يعني. طيب اتفضل. ممكن فايل؟ اتفضل حضرتك. متشكرين جدا يا حضرة الباشا، ميرسي لحضرتك. العفو يا فندم. متشكرين جدا. هنروح النيابة الصبح. هنروح النيابة طبعا. احنا هنروح النيابة. هتشوفي. اتفضل يا أستاذ محسن. هتشوف أنت. هتشوفي. بس نهدى بقى، نهدى. يلا اتفضل يا أستاذ محسن. اتفضل. دول مزورين وحرامية. حضرتك بقى هتباتي في الحجز انتي واستاذ سامي. يعني انا اللي ابات في الحجز وهم قاعدين في بيتي وعلى سريري؟ ما ده اللي قلناه. مش احنا قلنا كده يا سامح؟ هو احنا مش كنا في الشقه وقلنا نلم الموضوع وحضرتك اصريتي تيجي الاسم وجينا الاسم والراجل بنفسه كان عايز يتصالح معاكي من غير محاضره ولا حاجه، قلتي لا اروح النيابه. تمام، باتي بقى في الحجز والصبح بيروح النيابه اثبتي ان هم مزورين ورقه. انا لسه واصله دلوقتي من كندا، بقالي 25 سنة هناك، ما لحقتش أعمل أي أوراق. يبقى كنت اتصالحتي يا فندم، كنت اتصالحتي وخدت ابنك ومشيتي وجمعي ورقك براحتك وبيرفعوا عليهم قضية. قضية دي تقعد 100 سنة، أنا هخرج من هنا على بيتي. لا هو من هنا على النيابة الصبح إن شاء الله. خلاص هخرج من هنا على النيابة على بيتي. أه. ما نروح النيابة دلوقتي، مش النيابة 24 ساعة؟ لا ده ماك يا حبيبي ال 24 ساعة، النيابة بتصحى الصبح وتنام بالليل، وروح أقف هناك بقى يلا. يلا. جو. لا ما حضرتك هتجو معايا. روح اقفي معايا بعد اذنك. يلا تعال كده. كويس كويس.